لو الحكاية فيها إن فيجو احنا معدي شفت حاجة هبدت الافتكارة حاجة زبالة شوال ما دخلنا بصينا انا والراجل شيخ لقيناها ايه طفل هو محدش كان في الشارع لا خالص كله كان في الاخر كان حوالي الساعه كام حوالي قبل المغرب على طول خمس ساعه في المغرب امبارح يعني قبل اذان المغرب بثلاث اربع دقايق ما حصلت الوقعه دخلنا ورحنا معريين او معريين رحت موقفتي تاني واتصلت ايوه يا باشا اول ما دخلوا لقوا الايه رجليه متكتفه ومفهوش نقطه دم ولا ياسر في كده انت في الاول انت عارفه لكن انت اول ما شفت الجثه ما كنتش عارفه احنا نعرفوش ما نعرفش الطفل ده الشارع اساسا احنا نعرف اللي عمل الواقع اللي عمل الواقع ده احنا عارفينه يعني هو بيتخانق كتير وقعات كمان وقعات سرقة وسرق شقة بكرة من منور وتم التنبيه لوالده كذا مرة خلي بالك الولد حافظ عليه كده ما عملش أي حاجة ولا أي ودي طبعا ناتج عن السلبية من أولاد الأمور مش منه العيب من أبوه لا ايه اللهم صل عليك يا نبي طب هو في الشقه دي الشقه اللي هو ربطه فيها ورمى منها الشقه دي بتاعته لا بتاعته الشقه دي حضرتك واحد في السعوديه كويس كل سايب المفتاح لوالده على اساس ان هو ايه لو حصل حاجه بتاع الكلام ده يطلع يظبط فيها مع حضرتك ده الولد عمل نسخه من المفتاح وخد المفتاح وطلع فوق من خلال التحريات بقى وكده ده بيقولوا ما عرفوش ان الشقه دي غير في الاخر اخر الليل حوالي الساعه 1 12 عرفوا ان الشقه هي لما دخلوا الشقه لقوا السلك التليفون هو اللي رابط بيه رجله بين منه حته وحته ملفوفه هي دي اللي ايه جابت الوضع وما نزلوا تحت بقى لقوا الملايه بتاعت السرير بتاعه الملايه بقى نفس الملايه نفس اللي هو ملفوف بيها الولد فيها الولد لقوا المخده كيس المخده الموجوده حضرتك ده اللي بان الميه كلها يعني هو بابا ممكن نتكلم معاه دلوقتي ولا بابا فين؟ بابا موجود فين بقى؟ الجماعة مش موجودين اساسا كله ماشي حتى في سكان ملزم مش حد خالص كلها ماشية هو مين بقى اللي ولع في العمارات؟ الله ما شفتوش الساعة 2 بالليل اكيد اصحاب القتيل يعني الله يكون في عونه الله يكون في عونه منهم عنده 12 فيجو